بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زلنا نواصل كلامنا في حديث الإمامة وهو الحديث الذي رواه ثقة الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين الإمام جوانب متعددة من بحث الإمامة وصفات الإمام ويشفعها بالأدلة العقلية والقرآنية وصلنا الى مقطع اخر من مقاطع هذا الحديث بعد ان يبين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام الصفات التي يجب ان يمتلكها الامام وان تلك الصفات لا تكون الا باصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليس للناس مجال لاختيار الامام لأن تلك الصفات لا توجد إلا في الذي اصطفاه الله، والناس لا طريق لهم لمعرفة المصطفى إلا إذا الله سبحانه وتعالى بينه لهم، فيقول الإمام بعد ذلك: أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم. ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا إلا بعدا قاتلهم الله أن يؤفكون ولقد راموا صعبا وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة اذ تركوا الامام عن بصيره وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله واهل بيته الى اختيارهم والقران يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون. بعد ان بين الامام الرضا عليه الصلاه والسلام مستدلا بالقران وبالعقل وجوب امتلاك الامام لمجموعه من الصفات منها العصمه ومنها العلم. هذه الصفات لا يمكن لبشر ان يصلها بجهده الانسان لا يتمكن من جعل نفسه معصوما عن الخطا وعن الذنب لا يمكن للانسان ان يحيط بجميع العلوم اعلم العلماء اذا صرف كل وقته في تحصيل العلوم فانما يصل الى جانب من جوانب العلوم وكثير منها ظنية وقد تكون خاطئة، وفي المثل العلم يقول: أعطني كلك، أعطك بعضي. والآية الشريفة تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما أن يغير الإنسان صفته النفسانية من عدم العصمة إلى العصمة فهذا مستحيل. الإنسان يحيط بجميع العلوم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على انبيائه ورسله وعلى الناس في الارض هذا مستحيل محال عادي وحيث اثبتنا في المقاطع السابقه من القران ومن العقل لزوم كون الامام معصوما ولزوم كونه عالما بجميع العلوم فلذا اختيار الامام يكون الى الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي يصطفي انسانا لهذه المهمه يعلمه يعصمه فيجعله اهلا وقابلا لهذا المنصب يخلقه هكذا قابلا فيعطيه ذلك المنصب كما في الانبياء هل يمكن لانسان أن يصبح نبيا بجهده كلا، لأن النبوة تحتاج إلى صفات يستحيل أن يصل إليها الإنسان بجهده، وإنما بحاجة إلى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، زين، هذا أثبتناه في المقطع الماضي في الحلقات الماضية. الآن في هذه الأمة من هم الذين اصطفاهم الله؟ وعينهم للامامه حيث يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذا بالنسبه الى هذه الامه الله يخاطب رسوله بانه اوحى اليه الكتاب ثم بعد الرسول اورث علم الكتاب الى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل هل نجد أحدا غير آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر وعثمان وخلفاء سلاطين بني الأمي بني أمية وخلفاء وسلاطين بني العباس هؤلاء ليسوا بمعصومين هذا إجماع الأمة يعني حتى غير الشيعة من اتباع هؤلاء لا يقولون بعصمتهم فليسوا بمعصومين وايضا اجمعت الامه على ان هؤلاء كانوا يجهلون بعض المسائل كان يسال احدهم فيقول كل الناس اعلم مني حتى المخدرات في الحجال بعض ايات القران لم يكن يعرف لم يكونوا يعرفون معناها معنى كلماتها وهذا تواتر في روايات المسلمين جميعا فلا هم احاطوا بالعلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ولا هم معصومون فاذا بعد اثبات وجوب كون الامام معصوما عالما بجميع العلوم التي نزلت على الانبياء يثبت ان هؤلاء ليسوا ائمه وانما الائمه هم ال محمد نبدا من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام عصمته ثابته بالادله المتفق عليها بين الفريقين علي مع الحق والحق مع علي، زين هذا معناه العصمه، لماذا؟ لانه اذا اخطا فلا يكون مع الحق لان الخطا من الباطل. فحينما الرسول بشكل مطلق يقول علي مع الحق والحق مع علي. معنى ذلك ان علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام لا يخطئ هو معصوم. حينما يقول الرسول صلى الله عليه واله علي مع القرآن والقرآن مع علي. القرآن معصوم لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا خطأ في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا علي بن أبي طالب مع القرآن والقرآن مع علي والقرآن معصوم لا خطأ فيه. فعلي بن ابي طالب ايضا لا يخطئ وهو معصوم، لماذا؟ لانه لو فرض انه اخطا في ذلك الخطا يفترق عن القران. والرسول صلى الله عليه واله بشكل مطلق يقول علي مع القران والقران مع علي. زين بالنسبه الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وسائر الائمه نزلت في شانهم آية التطهير وقطع النظر عن البحوث الأخرى التي تتضمن أن آية التطهير لا تشمل زوجات الرسول صلى الله عليه وآله حتى أم سلمة وهي من أفضل زواجات الرسول الرسول قال أنت مكانك وأنت على خير الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وانهما لن يفترقا حتى يَرِدَ علي الحوض، زين اذا اهل البيت ليسوا بمعصومين. كيف الرسول يقول انكم لن تضلوا بعدي ابدا اذا تمسكتم بهم اذا اخطا الخطا يؤدي الى الضلال ولو في مساله هذا معناه انه لا يخطئ وايضا وإنهما لن يفترقا القرآن لا يفترق عن أهل البيت إذا أهل البيت يخطئون ففي خطأهم افترقوا عن القرآن زين بالنسبة إلى أهل البيت قطع النظر عن حديث الكساء التي روت، الذي روته العامة والخاصة بشكل متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عليا والحسن والحسين وفاطمة تحت الكساء فنزلت هذه الآية وقطع النظر عن الاحاديث الاخرى التي الرسول كان يذهب الى بيت علي وفاطمه عليهما والهم الصلاه والسلام ويوقظهما لصلاه الصبح ويقرا هذه الايه الصلاه الصلاه اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كل ذلك دليل على عصمه هؤلاء اضافة الى الدليل العقلي الذي تطرقنا اليه فيما مضى. فاذا غير الائمه من اهل البيت هناك اجماع بعدم عصمتهم واجماع بانه كانوا يجهلون كثيرا من الامور وكانوا يسالون الصحابه احيانا وكانوا يجتهدون خطا احيانا كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى لا يعرفون معاني ايات من القران الكريم بالنسبة إلى غير أهل البيت أما الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فلم ينقل أن علي بن أبي طالب احتاج في علمه إلى أحد من الصحابة ولا في تفسير القرآن احتاج إلى أحد من الصحابة ولا أخطأ خطأ حتى الذين يعادون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فالوقائع التي وقعت في زمان حكمه في معركته الجمل وصفين والنهروان يعتبرونه على حق لا يتمكنون من القول أنه كان, إنه كان على باطل نعم يحاولون التبرير لمن قاتله فإذا انحصرت الإمامة في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام زي. إذا واحد يجي يسأل يقول اذا الله سبحانه وتعالى عين عليا للامامه والخلافه والرسول صلى الله عليه واله بلغ فلماذا الصحابه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله اختاروا غيره اختاروا ابا بكر ثم عمر ثم عثمان حتى في زمانه في البدايه اجمعوا عليه ثم انشق انشق الكثير منهم عليه هل يعقل ان الصحابه فعلوا ذلك؟ الجواب لماذا لا يعقل؟ الرسول كان بينهم في غزوه احد هربوا مع ان الفرار من الزحف من اكبر المحرمات. الرسول موجود وكان يناديهم، الايه الشريفه تقول: والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. الرسول موجود حكم الفرار من الزحف مبين مع ذلك ترك الرسول صلى الله عليه وآله ولم يبق في ساحة المعركة إلا الرسول صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب وقليل لم يتجاوزوا عدد أصابع اليدين عدا من قتل واستشهد من المسلمين الرسول موجود وحين ذاك نزلت هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عَقَابِكُمْ زين هاي في معركة أحد هسه تقول أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم ولقد عفى عنكم هسه في تفسير هذه الآية كلام أنه هل المراد العفو عن الجميع أو عن البعض الذين كانوا على الثغر على العقبة الرمات هسه ذاك بحث اخر، لنفرض ان الله سبحانه وتعالى عفى عن جميعهم في غزوه احد الذين فروا من الزحف. زين، ناتي الى معركه اخرى وهي معركه خيبر. في معركه خيبر في السنه السابعه من الهجره. زين هسه اذا غزوه بدر كانت في السنه الثالثه. غزوه خيبر كانت في السنه السابعه. الرسول صلى الله عليه واله اعطى الرايه ابا بكر لكي يذهب ويفتح حصون خيبر فرجع كما يروي الحاكم في مستدركه ويصحح ذلك كان يجبنهم ويجبنونه يعني ينسبونه الى الجبن وينسبهم الى الجبن الصحابه الذين كانوا معه في اليوم الثاني اعطى الرايه عمر ابن الخطاب فرجع ايضا يجبن اصحابه ويجبنونه وقال الرسول صلى الله عليه واله قولته المعروفه لاعطين الرايه غدا رجلا يحبه الله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار هو يحب الله والرسول والله والرسول يحبونه كرار غير فرار فكان الفتح على يد علي بن ابي طالب هذه هاي السنه السابعه من الهجره زين تقول هاي السنة السابعة مو مشكلة أيضا في غزوة حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة الآية الشريفة تقول ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين زين في غزوة حنين ايضا فروا ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه واله الا القليل زين هسه الرسول هو موجود ومو مره واحده مره ثانيه وثالثه يفرون من الزحف وهو من اكبر المحرمات ومن اكبر الكبائر زين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله والرسول غير موجود مخالفتهم لامر الرسول صلى الله عليه واله بشكل طبيعي تتحقق يعني، واحد ليش يستغرب من ذلك؟ لماذا الاستغراب من ذلك وقد فعلوها في حياة الرسول وهو موجود وهو يناديهم في قضية متفق على أنها من الكبائر، مو مرة واحدة مرات متعددة. لماذا لا يفعلون ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله وحتى إذا تراجع في صحاح أهل السنة ايضا يروون روايه في كتاب البخاري في باب الحوض انه مجموعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه واله ياتون الى الحوض فيحلؤون عنه يعني يطردون عنه الى ان يقول الرسول صلى الله عليه واله فما اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم قليل جدا يخلص منهم ليش؟ لانه يقال للرسول انك لا تدري ما احدثوا بعدك احدثوا بعد الرسول صلى الله عليه واله زين شنو كان حدثهم بعد الرسول؟ كان الحدث هو انهم اقصوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام عن الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم حيث قال الرسول صلى الله عليه واله في يوم الغدير حديث المعروف من كنت مولاه فهذا علي مولاه. في مورد اخر قال انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي فالمخالفه للرسول في حياته كانت موجوده وبعد وفاته ايضا بشكل او لا يكون ذلك الامر فاذا الذي عينه الله سبحانه وتعالى لسعادتهم لكن الله لم يجبرهم على ذلك لانه دار امتحان كما ان الله بعث الانبياء ولم يجبر الناس على اتباع الانبياء الله سبحانه وتعالى جعل الخيار للناس لأنه إذا كانوا مجبورين ما كان امتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الامتحان يقتضي قدرة الإنسان على المعصية فالله سبحانه وتعالى أعطى القدرة للإنسان وأمره أن يستفيد من هذه القدرة في الطاعة فإذا سولت له نفسه واستفاد من هذه القدرة في المعصية فمن شقائه وإلا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة ليمتحنه لينجح في الامتحان لترتفع درجاته في الآخرة. فإذا هؤلاء الذين زعموا أنهم يتمكنون من أن ينصبون الإمام صحيح استولوا على السلطة لكن استيلائهم على السلطة ليس بمعنى انهم صاروا ائمة لأن الله سبحانه وتعالى قد يسلط على الناس البر وقد يسلط الفاجر أن آتاه الله الملك هذا يأتي ويحاج إبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إلى آخر الآية الشريفة الله آتاه الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير للامتحان الله لم يجبرهم كما أنهم قتلوا الأنبياء فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كذلك قتلوا على الائمه عليهم الصلاه والسلام. لذلك الامام الرضا هنا يقول: اتظنون ان ذلك يعني هذه الصفات المذكوره ذكرناها في الحلقات الماضيه واهمها العصمه والعلم. اتظنون ان ذلك يوجد في غير ال الرسول محمد صلى الله عليه واله؟ كذبتهم والله انفسهم. يعني اذا رجعوا الى انفسهم يدرون انه لا, لا احد يليق بهذا المنصب ولا احد يليق به هذا المنصب الا ال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام كذبتهم والله انفسهم ومنتهم الاباطيل يعني صورت لهم ما لا حقيقه له او اضعفتهم واعجزتهم الاباطيل التي صوروها في اذهانهم فارتقوا مرتقا صعبا دحضا يعني حاولوا ان يستولوا على الامامه، الامامه منصب الهي لا يمكن الاستيلاء عليه. الخلافه منصب الهي لا يمكن الاستيلاء عليه، نعم سلطه يمكن الاستيلاء عليها يمكن واحد يكون اسفك الناس كمثلا هولاكو، كهتلر مثلا ياتي ويسيطر على الناس. يمكن السيطرة على الإمارة والسلطة لكن أنه يتمكن أنه يسيطر على النبوة يصير يعني نمرود سيطر على الملك وأراد إحراق إبراهيم وسبب أن إبراهيم يهاجر لكن هل تمكن نمرود أن يسيطر على النبوة؟ لا النبوة منصب إلهي نعم سيطر على الملك قريش حينما في مكة حاربوا الرسول سيطروا على النبوة لا كان عندهم سيطرة بالملك يعذبون المسلمين مثلا يضطهدونهم يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله يمكرون به ليقتلوه مثلا الإمام منصب لا يمكن لأحد أن يتبوأه لأن الله لازم يعينه نعم السلطة يمكن لكل واحد لبر أو فاجر يسيطر على الناس لذا الإمام يقول فارتقوا مرتقا صعبا يعني لا يمكن الوصول إليه لأنه هذا منصب إلهي الله يعين، أنت ما تقدر تعارض الله سبحانه وتعالى في تعيينه وتبتز منصب الإمامة مثلاً كما تزعم اليهود في التوراة موجود أن والعياذ بالله أن يعقوب والعياذ بالله كان يتصارع مع الله والعياذ بالله من كلامهم إلى الصباح وما كان يعيف الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم إلا أنه الله يعطيها النبوة فحسب زعمهم الله اضطر والعياذ بالله أن يعطيها يعقوب النبوة حتى يعيف مثلا هكذا من أباطيل يقولونه نحن كمسلمين نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ليس بجسم هذه السخافات والخرافات غير موجودة لا يمكن لأحد أن يبتز منصب الإمام نعم قد يستولي على السلطة فارتقوا مرتقا صعبا دحضا يعني ينزلقون عبر ذلك إلى نار جهنم إذا واحد يجي علنا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويصر على مخالفته ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويظل الناس وطبعا مصير إلى جهنم وبئس المصير تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة هسه عقولهم لو كانت كاملة هم يمكن يعني واحد يجي يتكلم لا العقول حائرة واحد يجي بالسيف يسيطر على الناس يقولون هذا صار إمام الحق لمن غلب زين بني اميه هم سلطة الحق معهم مروان الحمار خليفة اجا ابو العباس السفاح قتل مروان الحمار اللي هو آخر سلاطين بني الأمية بالسلطة بالسيف استولى على السلطة هو صار الخليفة عين أخوه المنصور بالسيف صار الخليفة أو كما قال ذاك في محضر معاوية ابن أبي سفيان لما أراد تعيين يزيد لولاية العهد فأشار إلى معاوية وقال أمير المؤمنين هذا بعدين أشار إلى يزيد وقال وبعده هذا ثم أشار إلى سيفه وقال فمن أبى فهذا زين يقولون خلافته شرعية هكذا يعني منصب الإمام نزل والخلافة خلافة الرسول صلى الله عليه وآله لأنه يكون واحد فاسق فاجر شارب الخمور بالسيف يسيطر على الناس ويصير خليفة وهكذا سائر خلفاء بني أمية وبني العباس وبني عثمان راموا إقامة الإمام بعقول إن حائرة بائرة هالكة ناقصة وآراء مضلة. آراء مضلة يعني إما آراءهم أضلتهم أو الشيطان هو الذي ألقى في أذهانهم هذه الآراء الباطلة فأضلهم فلم يزدادوا إلا بعدا. يعني أنت المفروض تتبع الإمام اللي عين الرسول صلى الله عليه واله يعني بلّغه الرسول وعينه الله سبحانه وتعالى. الرسول بأمر من الله بلغ زين اجى عين واحد كل يوم مخالفة كل يوم مخالفة كل يوم مخالفة وبدع وآراء مضلة فلم يزدادوا إلا بعدا قاتلهم الله أن يؤفكون هذه مقطع من الآية وردت في سورة المنافقون حول المنافقين وكذلك وردت في سورة التوبة حول اليهود والنصارى لقد راموا صعبا يعني أمر لا يصلون إليه وقالوا إفكا الكذب العظيم وظلوا ضلالا بعيدا الضلال البعيد يعني الضلال الذي لا يرجى رجوع الإنسان منه أحيانا ضلال مو بعيد زين واحد واحد يمشي في الطريق ينحرف شوية من الطريق يشوف الطريق يرجع لكن واحد انحرف عن الطريق انحراف بعيد بحيث أنه انمحى عنه الطريق ولم يرى الطريق هذا رجوع إلى الطريق احتمال ضعيف وظلوا ضلالا بعيدا هذا اقتباس من آية شريفة في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ووقعوا في الحيرة اذ تركوا الإمام عن بصيرة، يعني كان يدري يدري كلام الرسول صلى الله عليه واله لكن خالف الكلام عن بصيرة كما الله سبحانه وتعالى يقول حول بعض الأقوام وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين يعني كانوا يعرفون الحق يرون الحق لكن الشيطان اضلهم بسوء اختيارهم لذا الامام يقول وضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيره اذ تركوا الامامه عن بصيره وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المعرفه الحق الصحيحه وان يهدينا الى سواء السبيل ان شاء الله بقيه مقاطع هذا الحديث في حلقات قادمه وصلى الله على محمد واله الطاهرين